24 ساعة في قوات القمع جاهزة، إذا علي صوت الأسيرات لمرة واحدة بس كان يدخلوا قوات القمع. ما في أخبار، إحنا من كانوا الصبايا منقطعين بشكل كلي عن العالم، ما كنا نعرف مين رح يطلع مين لا، بس إحنا كنا كل يوم نستنى إيش رح يصير. بس كل هاي اللحظات، كل إشي حسينا فيه، بس شفنا شعبنا كيف مستنين على أحر من الجمر، كل هاي اللحظات، كل هذا الألم بيروح. طبعاً إحنا يعني ما بنعرفش إيش شو صار مع غزة، بس إذا بيجي محامي أو إذا بنعرف أي إشي، هاي الفرحة ممزوجة بالألم، بس برضو كمان ممزوجة بحرية بالإيمان، بحرية النصر، بحرية النصر. نتمنى الحرية لشعبنا. اليوم الحرية هي مش منقوصة، هي رح تصير كاملة، بس بدها شوية وقت. تحكي لنا شو رسالتكم، رسالة الأسرات؟ رسالة الأسرات إنه ما توقفش الحرية بس عليهم، على كل الأسرى المؤبدات والأسرى اللي لهم سنين. طول الوقت وإحنا بنفكر إنه هذا السجن مش إلنا، والسجن مستحيل حدا يكمل فيه، مش بس لسنة ولا حتى ليوم، بيزبطش أي حدا يكمل فيه. السجن كتير وضع صعب. 15,000 شهيد في غزة، هاي كلها تضحيات، أجساد الشهداء، هاي كلها التضحيات اليوم تتوج بالحرية. الحرية اللي هي جزئية بس رح تتكمل بحرية كل شعبنا البطل، حرية فلسطين من النهر للبحر. هذا سلام.